لم تتعرض ياسمين رئيس وجيسيكا ألبا وفيكتوريا بيكهام وكيت هيدسون وديمي لوفاتو لما تعرضت له ياسمين الخطيب عندما ارتدت البيجامة. سؤال شغل بال الكثيرين بعدما أثارت ياسمين الخطيب مقدمة برنامج شارع النهار جدلاً واسعاً على مدار الساعات القليلة الماضية بعد تصويرها حلقة من البرنامج وهي ترتدي بيجامة وشبشب، وانتهت الخطيب من تصوير هذه الحلقة خلال الساعات الماضية تمهيداً لعرضها، إذ تظهر طوال الحلقة مرتدية البيجامة، حيث تكشف في بداية الحلقة كواليس ظهورها بهذه الإطلالة، وحرصت مقدمة البرنامج على ظهور بهذا الشكل للشعور بأريحية كبيرة داخل الاستوديو، لا سيما أنها كانت تظهر على الشاشة طوال السنوات الماضية مرتدية فستان وأحذية ذات كعب عالي، لذلك سعت إلى الظهور بشكل مختلف هذه المرة في أحدث تجاربها التلفزيونية.